السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخويا وازاي حالك؟ معاك الحاج جمعة، كيف حالك يا اخويا؟ الحاجة هيتي عشان تبقى مطمن برضو وتبقى قلبك مطمئن كده وتتوكل على الله، تشوف هتعمل ايش وتكلمني. الحاجة دي اللي ما اتغسلتش بوسخ بوسخ ماشي ايه ودي ايه. توكل على الله كده مكلمني بإذن الله، بإذن واحد أحد خير، وثق وتأكد إن ده خير بيننا وبين بعضنا إن شاء الله. السلام عليكم السلام ورحمة عليكم الله ورحمة وبركاته. الله اليوم تاريخ وبركاته. 23/4 يصادف بإذن يوم الله أخويا الاثنين. على هيتي، وأنا إن شاء أتمنى الله أن أكون الفويس عشان هذا يوصل مطمئن حق ليا وليك. جميع أنا الحاج الشعب جمعة الكويتي، السيد يا لأنه باشا، هو المستقصد تمام؟ بالعملية هعمل هذه. لك اختبار وللأمانة بإذن الله في للحاجة ناس طاحوا وفحص فيها. هتشوفه خلوني أقول قدام لكم عينيك القصة. دلوقتي أهو، القصة في عصابة من تمام؟ مصر آدي وعصابة من الأردن يتصلون الحاجة عليك هيتك، عشوائي اختبارك في أو الكوباية يبعثوا لك وهغسلها واتساب لك، عشوائي: السلام عليكم. تمام؟ عليكم السلام. هيتي أنا والله مش لقيت موجود منجم معايا كده ذهب، أو بإذن قعدت الله، عندي قطعة أرض قاعد أحفر فيها تمام؟ تمام ولقيت ذهب كده، وما أقدر أبيعه هني، اتعرف لك لازم شغلانين اهو، أنت تعويم تجيني انا حطيتهم لك في تشاركني. الكوباية إذا شريت واخصمهم مني لك، كيلو تقبض أعطيك كيلو، المنحة وهن يا ذهب هيتي، يتكلم في تمام؟ الكيلوات اخويا بعد. الصغير ماسك معايا وإذا المنحة شريت اهوتي مني كيلو وين راح وحاطط أعطيك لك أربع حاجة برضه، كيلوات، يدز لك صورة بطاقة ده مسمية المدنية معدن، ويوريك تمام؟ الذهب، وراح أدز لكم مع الفويس مسمية هذا اهوت، الصور مادة بتنفع والفويسات. الهيتا بتفقد المهم فعلا، ده انحاء إذا أنت عشان كده يص عليك المادة قطعت الشيطان فيه يعني وعملت واقتنعت لغاز بالموضوع رمزه ووصلت اللحظة، هناك، تمام؟ اسمع الكلمة هذه: اهو شوف تاني برضه عملتها لك اهي، راح يهددونك وادي الحاجة الذهب بالأسلحة هيتي، شوف ويحجزونك، بقى الذهب من دفعت المعدن، فلوس راح يذبحونك المعدن بيرتب علشان لا قدامك اهو، تفتن عليهم، ماشي؟ ما دفعت بيغلي فلوس قدامك هم يعني راح عامل زي يذبحونك فوراه علشان ان هي لا تفتن معدن عليهم. يا انحاء. جماعة شوف والله الذهب بقى العظيم دلوقتي، الكلام قبل هذا ما الحلاوة اهوتي، أقعد أقوله من ترش وحي الحلاوة الخيال، الكلام هذا اهو، حقيقة جدا، وأنا واحد من قدام الناس قدام قاعد عينك اهو، أتراسل مع واحد منهم الذهب علشان ما عملش أسحب زي منه مسمية معلومات النحاس، شوف زيادة المسمية وأرشدكم. النحاس بيعمل ازاي، الحين راح أبعث لكم بيغلي الصور وراح أبعث عامل لكم فوراه الفويس اللي دازينه لي. بإذن يا الله، ده جماعة خير ليا وليك تكفون، ولآل ديروا المسلمين بالكم جميعا، والله العظيم إن ماسك هذه فراه مصيبة هنا ثم كبيرة. فيه، ما وادي نبي أي القطعة أحد المربعة برضو يكون على اهيت، برضو نياته أو حط لك يقص عليها عليه المادة شيطان برضو أو اهيت، يغري الموضوع ويتوجه لهم حط لك هناك عليها ويسافر المادة لهم اهيت. ويقصون عليه. أحلى السلام تحية عليكم مني ورحمة لكم، الله وحاليا وبركاته. راح أبعث لكم ابو الصور فهد بعد. ازاي حالك؟ انا ابو حسن ابن عم احمد ابو عبد الله حبيبي، سلم على عمك ابو عبد الله. ازيك يا عم ابو فهد، كيف حالك يا عم اسامه؟ معك احمد ابو عبد الله يا حبيبي، معلش امبارح كان عنده ظروف ما عرفت ان انا اصور لك الحاجه. واحنا يا حبيبي قاعدين اهو يا حبيبي في المزرعه، والنهارده 18/3 18 مارس، ودي يا حبيبي بسم الله ما شاء الله الخير كتير اهو يا حبيبي. دي الليرات يا حبيبي اللي ابو عبد الله قال لك عليها مضه حافظه كده ريحتها وحشه، الله المصلى على النبي، يعني الخير كتير يا حبيبي. ودي يا حبيبي القطع السبائك ده احنا جبنا لك منها شويه ومن دي شويه، عليها برضو مضه حافظه كده ريحتها وحشه. ودي يا حبيبي مساخيط في 366 واحده من دي يا حبيبي، بيعملوا 33 كيلو. ودي يا حبيبي اهو النهارده الحد غسلت لك اتنين من دي واتنين من دي. اقلب كده يا ابو عبد الله خليه يشوف الرسمه برضو اللي عليها. هات له اثبتها يا ابو عبد الله. السلام. لا يا حبيبي توكل على الله، احنا في انتظار حضرتك.